Ovulation occurs through a sequence of hormonal responses. Located deep within the brain, the pituitary gland releases the hormones FSH and LH, which travel through the bloodstream to the ovaries. These hormones signal the development and release a single egg cell from one of the ovaries. Let's take a look from another angle to see how the egg cell continues on its journey. The sweeping motion of the fimbriae draws the egg cell through a very small space in the open body cavity into the uterine or fallopian tube. طبعا فرق الصوت واضح جدا. لما ناخد سيكشن في الفالوبيان تيوب يبان اليومن عندي نوت سنترال كافيتي، ما هواش سنترال كافيتي. ليه؟ لان الريجولار فورس اوف موكوزا ويتش برانش اند انستموزس بتديفايد الكافيتي لسمول كليفتس. تبان بالمنظر ده. الموكوزا لاين باي سيمبل كولامنر بارشي لسيديات الابيثيليوم. ما لاقيش في الفالوبيان تيوب جلاندز، لكن الاقي اللامنا بروبريا بتاعتي ريتش ان ليمفوسايت. الماسكولوزا اقدر اميز فيها تو لايرز، انر سيركلر واوتر لونجيتيدن. السيروزا طبعا واضحه عندنا خالص زي ما احنا شايفين. السيمبل كولامنر ابيثيليوم بارشي لسيديتد، والنون سيديتد سيل بتبقى ليها سكريتوري فانكشن. لو ناخد سيكشن في اليوترس نلاقي اليوترس بتاعنا ماسكولار اورجن. بالنكد اي بيبقى الكافيتي بتاعي صغير قوي سليت لايك بالشكل ده، والوول بتاعتي بتبقى ثيك. تحت الميكروسكوب اقدر اميز فيه ثلاثه لاير: ميكوزا، ماسكولوزا، اند سيروزا. مفيش لا في الفالوبيان تيوب ولا في اليوترس، مش موجود فيهم ساب ميكوزا. الميكوزا في اليوترس بنسميها اندومتري، واللايننج ايبيثيليوم عندنا بيبقى سيمبل كولامنر بارشي لسيليتد ايبيثيليوم. النون سيليتد ايبيثيليال سيلز برضه بيبقى ليها سكريتوري فانكشن. اللامنا بروبريا موجود فيها الاندوميتريال جلاند، ودي بتبقى سيمبل تيوبولار جلاند زي ما انت شايفها كده. انفاجينيشن من اللايننج ايبيثيليوم جوه اللامنا بروبريا. بعد كده تيجي الماسكولوزا، والماسكولوزا في اليوترس بنسميها المايوميتريوم، ومبقاش ليها دايركشن محدد، يعني ما اقدرش اقول انر سيركولار واوتر لونجيتيدنال، لكن بيبقى مقطوعه في ديفرنت دايركشنز علشان تحوط البلاد فيزلز اللي موجوده كتير قوي قوي في المايوميتريوم. اخر حاجه بتقابلنا هي السيروز.